ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم المؤامرة لن تم. أتوجه في هذه اللحظات الدقيقة والحاسمة إلى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات إلى رص الصفوف وتوحيدها وتعميق روابط الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية على جبهة الاحتلال وإسقاط مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. وأعلن أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا الذي لم ينقطع لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.